بماذا تتسم التربية النبوية؟ التربية النبوية تتسم بصفات مهمة جدا. هذه الصفات حقيقة إنما هي صفات تجعلنا فخورين جدا. أولا أنها شاملة، فتربية الرسول الله عليه الصلاة والسلام تتطرق إلى كل ميادين الحياة التي يحتاجها الطفل. هذه تربية نبوية شاملة لحياة الطفل كاملة. ثانيا، التربية النبوية تتسم بالواقعية. واقعية التربية عند الرسول عليه الصلاة والسلام متصلة تماما بحياة الطفل بتوجيههم المباشر، ليس عبارة عن نظريات ربما لا تقع في الواقع في حياة الإنسان، بل إنما هي من واقع الحياة. فإذا هي شاملة لجوانب الإنسان، جوانب الطفل كاملة، وهي واقعية أيضا. أيضا العالمية، يعني تربية النبي عليه الصلاة والسلام للطفل يصلح أن تطبقها في مكة المكرمة، في المدينة المنورة، في المغرب، في أمريكا، في الصين، في اليابان، في ألمانيا، في الهند، في كل بقعة من بقاع الأرض. فهي عالمية لأنها من الله سبحانه وتعالى. وكذلك تتسم بالمساواة. إذا أربع، يعني ما زلنا نعدد مواصفات التربية النبوية، أيضا تتصف وتتميز بالمساواة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين جميع الأطفال وخاطب كل الأطفال، لا تمييز بين طفل غني وطفل فقير، بين طفل حاكم وابن حاكم وابن محكوم، بين طفل أبيض وبين طفل أسود. هذه التربية تختص بكل من ينطبق عليه اسم الطفولة، أيا كان ابن من كان، وعلى أي مستوى وفي أي بيئة كان. تتسم التربية النبوية بالتوازن، فهي متوازنة في تربيتها للطفل، يجعله يعيش في توازن ومستقر في حاضره الطفولي وفي مستقبله. لا تطغى، يعني لا يطغى شيء في هذه التربية على شيء آخر. تلبي احتياجات الطفل كلها كاملة بدون طغيان جانب على جانب آخر، في توازن. فهذه الأمور، المواصفات، أيضا من الضروري أن نفهمها ونعقلها قبل أن ندخل وأن نلج إلى صلب موضوعنا في تربية الطفل.